دي البطوله. هروح مظبوط. للاستاذ شريف علان اتفضل. السكرتير العام للجنه الاولمبيه وبارك له على يعني ميداليتين النهارده اللي اسعدت مصر النهارده. بعد يومين ممكن نكون الامور ما كانتش حلوه، لكن النهارده صحينا على خبر جميل من خلال هدايا ومن خلال سيف. استاذ شريف تحياتي لحضرتك ومبروك، الف الف مبروك. اهلا وسهلا ليك وضيوفك ومبروك لشعب مصر بالكامل. ميداليتين فرحونا طبعا وفرحوا مصر بالكامل. يعني بختلف معك في حاجه واحده، النتائج في اول يومين نتائج طبيعيه جدا، ما فيهاش اي مفاجات، ما فيهاش اي نتائج سلبيه على الاطلاق. نتائجنا دي ممكن نقولها لكم من قبل ما نسافر، فما فيش الحقيقه يعني مفاجاه. احنا قلنا من اول يوم ان اول فرص ميداليات حقيقيه هي امبارح، اليوم اللي احنا حققنا فيه ميداليتين، وقلنا ان عندنا فرصتين بوضوح الحقيقه، فرصه في التايكوندو وفرصه في الرمايه. الحقيقه الرمايه لم يوفق عازم حلبه، ضيع طبقين في اول يوم وضيع ثلاث اطباق في ثاني يوم ولم يصل الى النهائي. ودي رياضه، لازم نستفهم ان ده امر وارد جدا عدم التوفيق في اليوم. الحمد لله ربنا كرمنا في التايكوندو بميداليتين. قلنا برضه من الاول ان الاقرب من الميداليه هو سيف عيسى، وان هدايه مشوارها اصعب لانها بتلعب وزن اكبر من وزن اللي لعبت فيه في ريو، عملت عمليه بعد ريو، هتخبط في مصنفات اعلى منها في البطوله. انما اللي حقق ميداليه اولمبيه اكيد يقدر يحقق ميداليه ثانيه، وده اللي حصل امبارح وشفناه. مشوارها كان اصعب فعلا، انما تركيز واصرار وعزيمه، والحمد لله ميداليتين تستحقهم مصر، تستحقهم هدايه وسيف، بنبارك لهم عليها. الحمد لله. معانا في الاستوديو طبعا نجم مصر ونجم رفع الاثقال المصري كابتن محمد ايهاب، بس بيسلم حضرتك وبيقول لك مبروك برضه. اتفضل يا محمد. ازيك يا بوب، اخبارك ايه؟ ازيك يا استاذ شريف. نتمنى وجود رفع الاثقال محمد ايهاب، اللي الناس لازم تعرفه ان هو طبعا صاحب برونزيه ريو الماضيه، وكمان بطل عالم خلاص، وحطم ارقام قياسيه في وزنه. واحنا الحقيقه يعني حزن شديد لعدم وجود رفع الاثقال معانا، كانوا هيبقوا ميداليتين شبه مضمونتين زي ما قلنا في الرياضه، مفيش حاجه مضمونه، انما محمد ايهاب ارقامه تخليه ينافس على الذهب والفضه، وكان هيبقى ميداليه الحقيقه مهمه جدا لمصر. انما في الاخر درس نتعلم منه كلنا، ان لازم الاداريات وال يعني والشغل بتاع الاتحادات برضه يكون اقول ايه بس يعني منظم اكتر من كده، ما يبقاش في وعي اكتر من كده، ما نتحطش في موقف زي كده بعد كده، نحرم ولادنا من حاجه هم لهم ذنب فيها على الاطلاق الحقيقه. صحيح صحيح. انما في الاخر دي اراده ربنا. محمد ده عايز تقول حاجه يا استاذ شريف؟ احنا منتظرين ان شاء الله بطلنا احمد الجندي ان شاء الله في الخماسي الحديث، يعني ان شاء الله يكون وجوده في الميداليات وتبقى بدايه اللعبه ليها رصيد كبير من الميداليات الفتره اللي فاتت وجوائز على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي. ان شاء الله يكون متعشمين، ان شاء الله يكون في ميداليه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ويمكن هو اشكرك يا محمد. اتفضل اتفضل يا استاذ شريف. اشكرك يا محمد. انا بقول في الخماسي الحديث احنا عندنا فرصه حقيقيه. احنا بيتاهل 36 لاعب و36 لاعبه، تاهلنا بالحد الاقصى، تاهل هو ولدين وبنتين، احنا وثلاث اربع دول فقط لا غير، الحقيقه وصلنا لهذا الحد الاقصى. انما اللي بضيف ان احمد اسامه الجندي واحمد اشرف الاثنين اللي هيمثلونا فرصهم متساويه، الاثنين قادرين على الوصول للميداليات. احنا عندنا بس الصعوبه في الخماسي ان في لعبتين لا يمكن توقع النتيجه في اليوم، وهم السلاح والفروسيه. نتمنى نكون موفقين في هذا اليوم. عندنا 12 لاعب من ال 36 فرصهم متساويه تماما خلاص في تحقيق الميداليات، ده اللي بيصعب الامور شويه. انما لما مصر عندها فرصتين من 12، بنتمنى ان واحد فيهم اليوم ده يكون يعني يومه ويحقق لنا الميداليه ان شاء الله، وما يفرقش مين الحقيقه. ان شاء الله. الروح حلوه بين اللعيبه، المهم مصر هي اللي تجيب الميداليه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بس قبل يعني مش عايز اطول على حضرتك، والنهارده كان في فيديو خاص لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي والباشمهندس هشام حطب، وكان رائع فكره ان احنا نشوف معالي الوزير دكتور والباشمهندس هشام حطب كانوا بيشجعوا سواء سيف او هدايه، ودي كانت حاجه كنا سعداء بيها يعني. طب برضو يعني رؤيتك للموقف ده ايه كمشجعين بقى، هم كانوا بيقوموا بدور مشجعين وليس مسؤولين. دي حاجة طبعا طبيعية جدا. احنا كلنا كنا مع بعض في الاستاد الحقيقة، بنتنقل بين الملاعب سواء اليد وبعد كده وبين السلاح والتايكوندو تحديدا، لان السلاح احنا ما ننساش ان السلاح عمل الحقيقة النهاردة
يعني نتيجه رائعه وانجاز رائع، وكان قريب قوي من الوصول للميداليات. ايضا علاء ابو القاسم والمفاجاه بطلنا الصغير محمد ماهر حمزه، الاثنين وصلوا دور الثمانيه، مصر عندها اثنين لعيبه في دور الثمانيه، الحقيقه كان انجاز ما حققتوش دول كتير، يدينا الامل برضه في بطوله الفرق ان شاء الله والحافز. الحقيقه احنا بشر في الاخر، واحنا وطنيين كلنا وكلنا بنحب بلدنا، وزي ما حضرتك شفت في الفيديوهات احنا ما فيش اللي بيتكتب في 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 المواقع والكلام ده كله، اللي فيه خناقات وفي احنا دلوقتي هنا كلنا في مهمه رسميه، بلدنا هي الحاجه الوحيده اللي باصين عليها. صحيح. حتى الفيديوهات يعني الامور تلقائيه جدا الحقيقه، وكل واحد بيشجع بالطريقه اللي يقدر عليها عشان يحفز اللاعبين واللاعبات، والفرحه في الاخر يعني بين الجميع ان شاء الله. استاذ شريف، قبل ما اختم حضرتك، يعني ننتظر ميداليتين ان شاء الله في الفتره القادمه، ان شاء الله نسمع عنهم بامر الله او نشوفهم. احنا قلنا من الاول خالص ان عندنا فرص من السبع ثمان لاعبين في الالعاب الفرديه، ده ممكن يأهلنا لثلاث اربع ميداليات. احنا لسه عندنا نفس كلامنا ما غيرناهوش الحقيقه، اثنين اتحققوا، ننتظر اثنين او ثلاثه كمان ان شاء الله، نتمنى ان ثلاثه او اربعه عشان نكسر الرقم الاعلى في تاريخنا اللي هو خمسه اللي اتحقق اخر مره في اثينا 2004. ده الهدف اللي حققناه، هيبقى حققنا الحقيقه كلجنه اولمبيه جميع اهدافنا الحقيقه في جميع الدورات، وده هيبقى حاجه اكثر من رائعه ان شاء الله. ان شاء الله استاذ شريف، انا بشكر